مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. يا رب يجعل قدوم رمضان ان شاء الله يكون عليكم خير ورمضانكم مبارك. طلاب، بالدرس السابق شرحنا عن الطاقة والحرارة والكهرباء. قلنا انه الحرارة والكهرباء هي اشكال الطاقة، يعني الحرارة شكل من اشكال الطاقة اللي تنطينا تسخين او تنطينا حرارة، ومصدرها الرئيسي منه قلنا الشمس، المصدر الرئيسي المن للحرارة. وقلنا شغلة ثانية اللي هي منه الكهرباء، أيضا هي شكل من أشكال الطاقة اللي نقدر نشغل من خلالها كل الأجهزة الكهربائية. اليوم رح نشرح الدرس الثاني اللي هو حيكون موضوع عنوانه الضوء والصوت. الضوء والصوت، شنو رح نتعلم بهذا الدرس؟ رح نتعلم بهذا الدرس إنه الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء. بذاك الدرس أخذنا بالحرارة، قلنا منو المصدر الرئيسي للحرارة؟ الشمس. أيضا الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء. أوكي؟ الضوء يساعدنا على رؤية الأشياء. الصوت ينتج عن الاهتزاز. الأصوات تختلف في أنواعها. ألاحظ وأتساءل، يساعدني الضوء في رؤية الأشياء من حولي، من أين أحصل على الضوء؟ طبعا إحنا من مين نحصل على الضوء؟ المصدر الرئيسي للضوء منو قلت؟ هي الشمس. أوكي، المصدر الرئيسي للضوء أيضا الشمس، وأنا مين أحصل على الضوء؟ أكيد من خلال الكهرباء. من راح تجي الكهرباء فمعناها أنا راح أقدر أشغل الأضوية. خلينا نجي نسوي هذا الاستكشاف. هنا شنو راح ناخذ؟ رح ناخذ في الصندوق، رح ناخذ مثلا هذا الصندوق ويكون بفتحة من احد الاطراف، وناخذ ضوء. اوكي، هذا الصندوق وضوء. انا مثلا اخذت هاي العلبة مال الشوكولا، افتح الضوء وامر من يعني من هاي الفتحة واجي اشوف من فوق عن طريق الضوء. أنا ما خليته بهذه الفتحة الشفافة، أجي أنا أشوف من فوق ألاحظ شنو موجود. مثلاً هنا ألاحظ موجود إنه شوكولا. طيب لو مثلاً ماكو هذا الضوء وظلمة، أنا رح أعرف هنا شنو؟ أكيد لا. إذن أنا بمساعدة الضوء من خليته بهذه الفتحة عرفت شنو موجود بهذا البوكس أو بهذا الصندوق أو بهاي العلبة مال الشوكولا. إذن الضوء ساعدني إنه أني أشوف شنو اللي موجود. أي شيء تقدرون تخلوه بأي صندوق مثلا مفتوح من جهة، فإحنا رح نقدر نشوف الموجود به. رح نجي على الفكرة الرئيسية اللي هو يساعدني كل من الضوء والصوت على تعرف الأشياء. أبسط مثال، رح أعطيكم أبسط مثال. مثلا خلينا ناخذ هسه الضوء، هو شكل من اشكال الطاقه، يمكنني من رؤيه الاشياء. هو راح يمكنني انه اني اشوف كل شيء. مثلا من ادخل بغرفتي، مثلا اني بالليل انتوا رحتوا تنامون والغرفه شنو ظلمه، راح تقدرون تندلون السرير وين؟ اكيد لا. طيب اذا شغلت الضوء راح يصير واضح عندكم كل شيء، راح يصير واضح شنو الموجود بالغرفة، سريركم، فراشكم، ألعابكم. إذن الضوء شكل من أشكال الطاقة. أيضا الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، يمكنني من رؤية الأشياء. يعني أنا من خلال الضوء يلا أنا أقدر أشوف الأشياء. هسه أنا لو ما عندي ضوء بالغرفة ما أقدر أصور لكم درس، ما رح أقدر أشوف الكتاب ولا رح أقدر أشوف لكم هذه الشغلات. لذلك هو يمكنني من رؤية الأشياء. الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء على الأرض. إذن الشمس هي المصدر الرئيسي لمنو منو؟ خلينا نتذكر، المصدر الرئيسي للضوء، وأيضا قلنا المصدر الرئيسي للحرارة. أحصل على الضوء من الشمس في النهار، مما يجعلني أرى الأشياء بوضوح. أكيد إحنا من نطلع بالنهار، مثلا نروح للمدرسة، نروح المنتزه، نروح المول، أي مكان، أنا رح أقدر أشوف كل شيء لأنه الشمس كلش ضواها قوي وواضحة، فأنا حقدر أشوف الأشياء.
إذن الشمس المصدر الرئيسي للضوء على الأرض، وبالليل النجوم والأنوار المختلفة هي أيضا مصدر الضوء. إحنا طبعا نجومنا كلش باهته، قليل ما تطلع ضوء، أصلا قليلة وجودها بالسماء. فلو نلاحظ أن المصابيح على الرصيف أو أضوية السيارات أو إنارة المحلات، هاي كلها رح تنطيني أضوية حتى أنا أقدر كل شيء أشوفه بوضوح بالليل. إذن النجوم هي تضيء السماء في الليل، النجوم تضيء السماء في الليل. ما الأشياء، خلينا نفكر، ما الأشياء التي توجد في المنزل ونحصل منها على الضوء؟ شنو الأشياء الموجودة هنا عندنا بالبيت، بكل بيت موجودة أنا أقدر أحصل منها ضوء؟ الشيء الأساسي هو أكيد شنو هو؟ الأضوية الموجودة بكل بيت. هذا بالنسبة لمن؟ للضوء. خلي نعيد التعريف، الضوء شكل من أشكال الطاقة يمكنني من رؤية الأشياء. الضوء شكل من أشكال الطاقة يمكنني من رؤية الأشياء. إذا سألت شنو هو المصدر الرئيسي للضوء على الأرض، شو رح نجاوب؟ رح نقول الشمس. رح نجي هسه للشكل الثاني اللي هو من أشكال الطاقة اللي هو الصوت. أبسط مثال، أنتوا لما أحد يصحكم بالبيت مثلا صاحتكم ماما، أكيد أنتوا رح تميزون هذا صوت ماما، أو صاحتكم أختكم أو أخوكم، فأنتوا رح تعرفون الصوت بكل وضوح. ليش؟ إنه أنا أعرف هذا الصوت مال منو، فأني من خلال سمعي من دا أسمع أنا هذا الصوت، إذن أنا حأعرف منو اللي دايريدني أو منو تصيحني. نسمع الأصوات زملائي والكثير من الأشياء كل يوم، في السيارات أيضا، التلفاز، جرس المدرسة، هاي كلها أصوات أني أسمعها. إذن الصوت هو شنو هو الصوت؟ الصوت شكل من أشكال الطاقة. أيضا الصوت هو شكل من أشكال الطاقة لا يمكنني أن أشاهده، ولكنني أسمع الأشياء المختلفة تصدر أصواتا مختلفة. يعني صوت السيارة مثل صوت العصافير، مثلا أسمع هذا صوت العصفور، أكيد مختلف. خلينا نسمع وراها صوت السيارة، نشوفها مشابهة، هسا رح نجي نسمع صوت السيارات. هذه أصوات سيارات. إذن الأصوات الثانية، العصافير أو السيارات، هي متشابهة؟ أكيد لا. صوت السيارات يختلف عن صوت العصافير، يختلف عن صوت الأجراس، جرس المدرسة أو هذا الجرس العادي، كلها تختلف عن بعضها، تختلف الأصوات عن بعضها البعض. منها ما هو مريح أرغب في سماعه، يعني أكو أصوات من أسمعها أني أوكي ما رح أنزعج منها أو ما رح تضوجني، مثل صوت العصافير، صوت الرياح الهادئة، ممكن صوت المطر، ممكن أكو يحبوه، هذه كلها أني شنو أرتاح من أسمعها. لكن أكو المزعج، مثل صوت السيارات مثلا تكون مزعجة، أو الضوضاء أو الهوسة، هاي كلها تسبب إزعاج. حين يقرع الجرس رح تنتهي إلى وقت بداية ونهاية الحصة. أكيد إحنا شلون رح نعرف إيش وقت تبدي الحصة أو يبدي الدرس؟ مثلا درس العلوم شلون تعرفون رح يبدي؟ رح يدق الجرس إنه أنتوا كملتوا الدرس القبله، مثلا الرياضيات، فأنتم من يسمعون دق الجرس معناها راح نتحضر إلى الدرس الثاني، وبعد هيدق الجرس تعرفون أنه انتهى الدرس وبدت فرصتكم. شنو الأصوات قلنا المريحة التي أرغب في سماعها؟ هواي أصوات مريحة. طيب كيف يحدث الصوت؟ طلاب طبعا على سبيل المثال رح ناخذ هذا، تشوفون هذا الطبل او اللي احنا شو نسميه، طبل او دف او ما اعرف شو نسميه بالضبط، هذا الطبل شلون رح يطلع منه الصوت؟
فتشي اسمه الاهتزاز. شنو يعني الاهتزاز؟ شوفوا مثلا عندي هذا لاستيك، بس حتى نوضح الفكرة، هذا لاستيك، شنو راح اجي اني اسوي؟ راح احرك شوية، حركت اللاستيك، لو لاحظتوا يعني ببطء، شوفوا لاحظوا انه راح يروح ويرجع، يروح ويرجع، معناها دا يتحرك اللاستيك للامام ودا يرجع للخلف، دا تصير بيه حركة امام وخلف، هذا هو نسميه الاهتزاز. شنو نسميه الاهتزاز؟ الاهتزاز هو حركة الشيء مثل ما شفنا للأمام ويريد يرجع للخلف. شنو هذا الاهتزاز؟ إذا يحدث الصوت عن طريق الاهتزاز. زين، إذا أنا مثلا عندي ثاني هذا الطبل، ظليت أزيد عليه، أدق عليه، أدق عليه، إيش راح يصير الصوت؟ راح يعلى. ليش راح يعلى؟ لأنه أنا دا أزيد الحركة عليه، دا أزيد يعني دا أدق بصورة كلش قوية، فالاهتزاز مالته راح يصير أقوى، فالصوت إيش راح يصير؟ راح يصير أعلى. إذن كيف يحدث الصوت؟ قولوا لي عن الاهتزاز. الاهتزاز شنو هو؟ هو حركة الشيء مثل ما شفنا إلى الأمام وإلى الخلف. الاهتزاز حركة الشيء إلى الأمام وإلى الخلف. من عندي أني صوت منخفض، مثلا بيانو جت دقيت عليه بصوت كلش ناصي، أو الجيتار، فش راح يطلع؟ راح يطلع لي الصوت ناصي، معناها الاهتزاز صار بطيء مو كلش قوي. لكن إذا جيت هنا على الطبول وظليت أني أدق بصورة كلش سريعة وقوية، فالصوت إيش راح يصير؟ راح يصير عالي، معناها الاهتزاز شنو صار؟ صار سريع. إذا الاهتزاز نعيده، هو حركة الشيء إلى الأمام وإلى الخلف. خلنا نشوف هنا شنو موجود عندنا بالصورة. ما الأشياء التي تصدر صوتا بهذه الصورة؟ شوي فكروا أنتوا وأنا أجاوب وراكم. الأشياء اللي حتصدر صوت ممتاز للي يجاوب وياي، أحسنتم طلاب، هو الجيتار عندنا أول شيء، ثاني شيء اللي هو الراديو أو المذياع، وثالث شيء بعد أكله، ها هي ممتازين، هذا اللي هو الطبل أيضا يصدر صوت. الضوء يطلع صوت؟ لا ما يطلع صوت، إذا هذا لا. أفكر وأجيب، كيف يحدث الصوت العالي؟ طبعا اللي جاوبه معناها كلش ممتاز إليه، بيرفكت، لأنه منتبه. شلون قلنا يحدث الصوت العالي؟ لأن شنو صار سريع؟ ممتازين طلاب، الاهتزاز، بواسطة الاهتزاز السريع. إن الاهتزاز من يصير سريع الصوت إيش راح يصير؟ راح يعلى، تمام؟ إذن عن طريق الاهتزاز السريع. مراجعة الدرس، مثل كل مرة راح أترك شوية مجال حتى أنتم تجاوبون وأني وراكم. ما أشكال الطاقة التي تساعدني في التعرف على الأشياء؟ شكيم، منو منو؟ ممتازين، الضوء والصوت. الضوء والصوت هي أشكال الطاقة حتى تساعدني أني أتعرف على الأشياء. أرسم دائرة حول الشيء الذي يعطي صوت. أرسم دائرة على الشيء اللي يعطيني صوت. المصباح يعطيني صوت؟ لا، إكس. الجرس يعطيني صوت؟ نعم، خلي دائرة، خلون دائرة. هذا أيضا المصباح اليدوي أو اللي هو خليه له باتري، يعطيني صوت؟ لا، إذا أخلي له إكس. والكرسي إذا هو بمكانه ثابت بدون ما أحركه، يعطيني صوت؟ لا. إذا شنو اللي يعطيني ضوء؟ من اللي يعطيني ضوء؟ ممتازين، المصباح هو اللي يعطيني ضوء، والمصباح اليدوي هو اللي يعطيني ضوء. هذول الاثنين أخلي عليهم دائرة إنهم يعطوني ضوء.
كيف يحدث الصوت؟ شلون قلنا يحدث الصوت؟ عن طريق شنو؟ الاهتزاز، ما ننسى طلاب، الصوت يحدث عن طريق الاهتزاز، ما ننسى، اوكي؟ طبعا لو منظوة مثلا موجود بالشارع بالليل، كان انتو تقدرون تعبرون الشارع؟ اكيد لا، ما كان قدرتوا. اللي هنا خلاص الدرس مالتنا. ايش بقى عندنا؟ بقى عند بالاكتيفيتي بوك تحضرون او تحلون صفحة 56 57 58. اتمنى لكم كل الموفقية طلاب اقرزين، موفقين يا رب. Good luck.